أمانة شوف راح قلت له روح مسح النظارة فوق، شوف ايش قاعد تسوي. يا الله والله مليت منك ورب الكعبة تعب. شوفوا سيفا كذي أنا أقول سوي كلين فوق سيفا. هذا الصاج الصحي افوكادو وزعفران وشمندر. شوف هذا بطاط مع مشروم. شوف ها هاي بطاطا سيان. اوكي عطني كاتشب بس كاتشب. هذه الميني سلايدر وهذه العادية يعني هذا التشيكن خلاص كذي كافي. كباب وعندهم دياي وعندهم اللحم. هذا يعني يصير حق عائلة. راح أقول لكم المطعم وين بس أمشي. ما لقيت مكان الحين راح يجون يسألون عن الرقم. عنده كرب وعنده وافل وعنده بوكس العصير. وين صاير؟ مطعم بلوجر بالجهرة مقابل البنك الوطني والمجمع منر مول اتوقع. هذا المطعم شوفه اسمه بلوجر. اللي بيه خلي يجرب هذا وافل نوتيلا. ها هذا شوفه تيم. انا ودي افوز الناس باي طريقه. اكتب الرقم تبي من 1 للـ100. كتبت بس مبين التيم فردي تبي. اوكي كتبت. لا بس خلاص ما راح اوريكم. اول شيء احب اشكر شاليهات الويكند على الدعم الجميل اللي قدموه من شاليهاتهم الجميله وحملنا أونس الناس فقط يعني لا أكثر ولا أقل. أنا مو مستفيد من حملة ولا شيء بس هي أونس الناس. والله حاب أن أونس الناس وأنا كنت يعني أبسويها أنه بس مني أنا ما أبي سبونسر ولا كلموني سبونسرات وايد. بس هذا الشالي أنه قلت أوكي لأنه حلو ومرتب وعلى البحر ومن العوائل تستانس يعني من العوائل تستانس. ولا الحملة كلها والله العظيم ما سويتها مقابل أنه استفيد شيء او اخذ شيء من جيبي. والله العظيم كل اللي قاعد اصرفه كل اللي قاعد اقطه من ايفونات من كاش والله كله من جيبي الخاص ورب الكعبه. وما ابي منكم الا الكلمه الحلوه والدعاء بس. هذا شيء. شيء ثاني باقي شاليهين 3 ايفونات و1000 دينار كاش. يقولون انك مسوي شيء جبار. نصدمهم؟ والله؟ زين اقرا من 1 للـ100. 1 للـ100 1 كم؟ 31. زين تحلف وغلط عيالك النيس عادل ما دق عليك؟ رب الكعبة ما حد باله. اقسم بالله واللي اعطاني. لا دقيقة بكلمك جد. خل انت 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 قاعد تحلف وراس عيالك. ورب الكعبة قاعد اقول لك اقسم بالله اقسم بالله ما حد قال لي. لا ما يصير. ورب الكعبة فهود جيت على بالي 31. ادري ليش يعني 31؟ شو اللي خلاك 31 يعني؟ لان انت استهلكت الارقام العودة 61 و83 و70 فنزلت تحت. أنا بس مو يعني أنت زين والله زين على أقسم بالله لا إله إلا الله إن ما حد بلغني ولا حد قال لي. أوكي غلط. جهزت نفسي قاعد طالع يمين يسار ما حد كيف ما تبنقل بيانات. هذا على شاليه الحين. على
شاليه. على شاليه؟ والله؟ زين اوريك اياه. وراضي. عيالك كل واحد يختار رقم وام اثنين تختار رقم. والله؟ قسم بالله اذا فازوا لهم شاليه. يلا. يا جماعه قاعد اصور ساعتي وكبري. ابي الرقم. من واحد لل 100 اي من واحد لل 100. اثنين وثمانين. واختار بعد حق عيالك كل واحد بعد رغم. حق اثنين اختار رقم. يلا اختاري. ستة. وليان تسعة. ستة تسعة لا ولا واحد. سبانش لاتيه. هذا سبانش لاتيه وهذا روز لاتيه. والحين بنوريكم الاشياء الحاره. لا تقولوا هذا محلك العادي تمدح المساء الوردي كلش. الغيته الغيته قدم شيلو شيلو. واحد بالامية مو حلو. السبانش والكندر والله العظيم اتحدى فيهم تعدي. كم الرقم؟ 88. 8 88 والله غلط. شوف بس لا تقول حق العالم. لا لا اوكي حياك الله. يا جماعة هذا الكندر شوفه. هذا اسمه الشتوي شوفه. هذا خيالي شوفه. شوف ما يحتاج حلف زين. ما بيحلف. ودي حلف ما اقدر. بالله هذا شنو؟ قسم والله يا اخي اخاف الناس على اللي قاعد تكذب عشان ولد خالتي ولا شيء، بس والله العظيم والله شوف يوم القران احلف والله والله ان هذا اقوى شيء حار شربته والله والله مو يا اخي والله مو طبيعي مو طبيعي صدق والله والله العظيم مو طبيعي والله شوف ما شيء غريب حد لذيذ حد لذيذ شوف ما راح اقول شنو والله لذيذ. وتحط عليه هذا بعد تطلب معاك رب. لا 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 كذي كافي والله كذي كافي. هذا اقوى شيء حار راح تشربه بالشتاء. شوفه 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 هذا شفته. هذا اقوى شيء حار راح تشربه بالشتاء والله العظيم. شار طالبك لا دخلت انا اقسم بالله ما اجاني. قسم بالله شيء جب بالعافية طيب الله وجهك على شرطي. وكان خذيت واحد ثاني عمري كان اسبوع الناس بسرعة يخلص هذا ترى. لا هذا لذيذ يخلص بسرعة بسرعة خلص والله. 80 شوف مو حرام والله والله انا اشوف والله شفت ربحه حرام والله حرام والله شفت ربحه. شو نقيت؟ 80 ها والله ربحه ربحه؟ والله حرام شوف والله؟ على على رقم؟ ها؟ ما نعطي على رقم ما نعطي والله حرام والله ربحي يستاهل والله يستاهل والله يستاهل. طلع لي 200 ايش قاعد تسوي؟ زين طلع الحشيم رقم 62 وانت؟ 64 61 انت؟ 59 انت؟ 37 ولا واحد صح؟ ها عشان لا تقولون ها ها شوف شوف 79 بشوفه يقول 79 يا ولد فضحت. توني حاط رقم بسناب وكلهم قالوا غلط بعد ما يا جماعه ركزوا بعد شنو تبون؟ تبون يقول لكم رقم بسناب؟ هذا قالوا لي نفسه بس على فليك زين؟ خلنا اجربه. ايوه اقول لك رايي الصجي ها؟ حبي اذا نزلتوه كلكم فنشين. يلا لا شوف واحد يحطه بعد حياته. قدمت لي وياي قسم بالله صار له ساعه يضبط ما نعرف شنو. اخر شيء قلت له اذا نزلته فنشكر والله العظيم كسر خاطري. انت ما عندك صرح ما عندك مجامله صريح حتى انا معلق حرام عليك يا ادري شلون يعني مستانس مستانس ما تعب لك ادو انت صدمت العنقي بلاش هذا تدري شنو قال؟
هذا شاف الرقم وجاني. لا قاعد يسمعني. لا لا سولف لك. لا لا والله جد جد والله جد. بس ترى مساع قال جملة حلوة والله العظيم تكفى. اسمع الجملة اللي قال لي اياها. لما كنت بالمحل وقلت انه مو حلو وما صورت السنابه. في سنابه مساع ما صورتها انا صح؟ صدمتني قسم بالله. قبل شوية انت سويتوا للمحل سوى شغلة وجابها قدامه شربها فهود قال له مو حلو ومسح السناب. مجاملة شغل هذا قسم بالله ما شاء الله والله العظيم. بس انا اقول شغله اسمع تكفى طالبك طالبه قولوا خلي ينطروني على هذا ان شاء الله. لا هذا يعني لا لا خلينا نقول ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب يا رب نطروني على هذا ان شاء الله. شوف جالكسي جالكسي اشوف تكفى من مسوي لا لا اكلمك جد باقيين من محل ولا شي سويته ابي كلام الصج والله نزل كمامك وجاوبني بصراحه نزل كمامك والله جد من مسوي المحل والله انت الفته تو الحين انا واحد قوم معي امسك اثنينكم مخصومين من قبل عنيتني من الوفرة ايه عشان المصورة انت بالريدة الجديد لا الكوفي الكوفي موجود ودارة لا يقولون باكر لا يعني ينزل لك اليوم الله يرحم والديك خشمك جاي من الوفرة والله جاي من الوفرة ادارة النية حتى عصير برتغال قسما بالله لعيب لك اياه الله يجي على طريق الخشوم جاء عمرك انا يجيب لك بيض وجهك لا انزل قسما بالله اكسر المحل لا 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 انزل لك لا والله تكفى طالبك لا والله تكفى طالبك لا والله يخرب طالبك لا والله اقولك طالبك لا انزل لك تكفى احترام وتقدير يا عمري جيني من الوفرة الريال هالزلم ذاك درب من الوفرة شوف ايه هالرجال الطيب هذا جاء عمرك طويل ويقولون له ما في قهوة قسما بالله كسر المحل فوق راسه من اللي قال لك خل 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 لا تدبز لا تدبز الزلفه تكفى لا 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 تدبز تكفى طلع لي حق الريال دم اول شيء انا يعني عندي عشق للعوازم شيء خيالي الله يعز غاليك وقول حق ربعك اللي بالوفره كلهم اليوم ياخذون من عندي كلهم ارشد جيفهم بوكس اول ذا جوز يلا الحين 10 ثواني give me انا وداري والله ما جيت اذا give me close وسووا له بوكس كامل حقه هو ربع بالوفره حاضرين اوكي okay؟ والله بكرمك ليش حرجتك والله حرجتني اعطيتني بوكس وانا جاي على شوف انت مو قلت انا جايك من الوفره والله جايك من الوفره قسما بالله اذا تبيني هيك ليله وفره وصل لك اوردر ما عندي مشكله ابيض وجه خش ابيض وجه جاي عمر طويل يا عمر يا العطف رب الكعبه يعني من الوفرة شوف من الوفرة عشان هذا يقولوا له ما في قسم بالله كسر محل فوق راس حمايين حمايين اللي ما له شغله كسر محل فوق راس هذا حقك وحق عيال عطل وياك بالمزرعه حلفت ما ادفع هذا صح لا 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 اسمع 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 هذا حق ربعك حق ربعك اسمع طالبك طالب طالبك انا ماني ماخذه تكفى طالبك تكفى طالبك اسمع كلام اسمع طالبك تكفى طالبك قاعد اقولك تكفى طالبك على الشحن تكفى حاضر حاضر تعال عز غالي تعال حط حط بالسيارة حط 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 بالسيارة ود ولا تبيني يبلك يا مشي والله يبلك يا مشي قسم بالله يبلك يا مشي شوف هذا الهوت شوكليت كندر شوفه قول 75 كم 75 56 وانت 75 غلط يعطيك العافية شوف ما عندي مشكلة روح انت سيارة سيارة غلط بسرعة كم 55 غلط 70 غلط 55 غلط 76 غلط 80 غلط بسرعة بسرعة على جوي حبيبي كم رقم 77 غلط 79 بس مو قول واحد ثاني 80 غلط كم غلط 80 غلط السلام عليكم كم 3 لا 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 حبيبي مساكم الله بالخير مساكم الله شخصية اليوم بعد امر يوم اقوى فاشينيستا بالتاريخ يا بعد كم حبيبي انت مساك الله بالنور الله يسلمك في رقم جديد كم 3 لا
غششوك بس غششوك غلط 13. لا والله شوف كلكم قاعد تغششون بعض ما تمشي علي. لا لا ما تمشي علي. كل اللي هني قاعد يغششون بعض ما في. شفتم اثنين يغششون بعض شفتم؟ ثلاثة ويني هذا ما يقدر عمي حنش. ما شاء الله حبيبي بعد عمري.